اهلا بيكم ومرحبا في قناتكم قناه رزا تشانل لفيديو جديد عن مسلسل انت اترك بيبي. قبل ما نبدا حط لايك للفيديو سبسكرايب للشانل فعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على القناه ويلا بينا نبدا. خبر مفرح واخيرا لمحبي مسلسل انت اترك بيبي بعد عرض الحلقه رقم 21 امس من مسلسل انت اترك بيبي، والحلقه اصبحت مترجمه على الانترنت صباح اليوم، واللي لسه ما شافهاش هتلاقوها على موقع قصه عشق. وايضا خرج نسبه مشاهده المسلسل وكلنا بنكون مستنيين النسبه عشان ده اللي بيعرفنا المسلسل ده هيستمر او هيتوقف. وانا دلوقتي هعرض لكم نسبه المشاهده. مسلسل انت اترك بيبي حصل على نسبه 5.10 واخيرا ارتفعت زي ما كلنا كنا عايزين، وتوقعنا ان الحلقه هتعدي نسبه مشاهده 5 لان الحلقه فعلا كانت جميله جدا والمشاهد فيها كانت رائعه، والكاتبه كانت عامله مشاهد مختلفه عن الحلقات اللي فاتت، حقيقي كان خارج توقعاتنا. انا توقعت معاكم حاجات في فيديو سابق، اي نعم في شويه حاجات منها كانت صح، لكن برضو هي كانت عامله حاجات خارج توقعاتنا وكنا مستغربين ان هو ازاي كاتبه يجي في بالك المشاهد دي. وكده المسلسل ارتفع عن الاسبوع اللي فات بفارق 0.47. وايضا ده كان كلام الصحفيين الاتراك لما قالوا ان المسلسل تترجم بالحلقه ال21 هتوصل لخمسة نسبه مشاهده، وكلنا ما كناش مصدقينهم لان هي كانت نسبه الاسبوع اللي فات 4 منخفضه، فلما قالوا كده محدش صدقهم وقالوا هتشوفوا الحلقه الجايه ان النسبه هتوصل 5، وفعلا وصلت كده. وايضا في قائمه المسلسلات الاكثر حديثا كان مسلسل تترجم بابي متصدر القائمه بحصوله على 264 الف صوت، وفي المركز الثاني جبل جنول وحصل على 17000 صوت على السوشيال ميديا. زي ما انتم شايفين الفرق كبير جدا جدا ما بين انت اترك بيبي وجبل جنول. وايضا في رايي الحلقه تستاهل فعلا انها توصل لريت 5 وي، كانت حلقه تحفه، وحقيقي اللي لسه ما شافهاش يروح يشوفها على موقع قصه عشق او موقع حكايه حب. وبس كده طالبه منكم روح اتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، ولو عندكم تعليق او استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا هرد عليه. وبس كده يكون الفيديو خلص، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على القناه. باي باي.